الحمد لله الذي أكرمنا بتأمل الآيات ومعانيها الكريمات الكبيرات العظيمات الدائمات التي لا يزال خيرها ونورها وفائدتها مستمرة عند الممات وبعد الممات ويوم الميقات وإلى الجنة، وليس هذا للعلوم الأخرى لكن لعلوم الحق ورسوله. اشهدوا إفضالي عليهم وجودي ومني وغفري لهم. فكم يتحسر هؤلاء الملائكة النازلون ليلة القدر على من كان معهم في السجلات في العام الماضي على حال طيب ثم سقط.